هل بتشوف بقى كمشجع للنادي الاهلي ان الكاس افريقيا الاخيره اللي عدى الاهلي هي الاغلى في تاريخ، بعيدا طبعا عن مباراه النهائي القرن الاهلي والزمالك دي كده كده اعلى حاجه محدش ما فيهاش فصال، لكن تاني اغلى لقب في تاريخ الاهلي لبطوله افريقيا كان ده ولا الصفاقسي من رايك؟ الصفاقسي طبعا كان، يعني انا اقول لك حاجه، انا طلب مني سنه 2010 انا فاكر ان انا اعمل برزنتيشن عن النادي الاهلي من خلال فورم كان معمول في ماليزيا، وانا عايز اقول لك ان الجول بتاع ابو تريكا في الصفاقسي كان واخد مني يمكن 20 او 25% من البرزنتيشن. من البرزنتيشن ليه؟ لان انا بعتبر ان ده تاريخ النادي الاهلي، ده كانت تاني سنه تخش بيها 2006 وتكسب ثالث العالم، بالرغم من 2005 انت كان وحش قوي، يعني انت غلب كان السادس بعد من اتحاد جده، من اتحاد جده. فانا بعتبر ان ده كان جول ابو تريكا و2006 كانت نقطه فارقه في تاريخ العالمي للنادي الاهلي، لانك انت بعديها خدت الثالث 2006. ف 2006 طبعا حاجه كانت، وتوقيت الهدف افندم، وتوقيت الهدف بالزبط. كمان لا بص 2006 دي حاجه كانت، انا اقول لك انا كنت حاضر الملعب، في الملعب كان معايا الدكتور محمد شاوي، انا اقسم لك بالله يعني انا عارف عارف العيال الصغيره، انا كنت عامل زي العيال الصغيره، كنت بعيط زي العيال الصغيره، وكنا قاعدين، كان في المقصوره الشرفيه كان قاعد فيها كابتن حسن وكابتن خطيب، وبعد ما جاب الجون لقيت كابتن خطيب، خلي بالك هادي جدا، لقيته عمال يجري زي والله العظيم يعني كلنا، وانا رحت ناطط على المنصه فوق وقعدت يعني، لا كان حاجة غالية، أيقوني غالي، يعني أنا بعتبرها نقطة فارقة أو هدف فارق في تاريخ النادي الأهلي العالمي، وتسويقيا كمان والله. بالظبط، لما أخدت ثالث العالم فعرفت تسوق لنفسك بالزبط. أكتر أنا مثلا كخالد مرتجي هذا الهدف كان له فضل عليا بعد ربنا، إن أنا اتخذت في اتحاد دولي، أنا 2007 اتخذت في اتحاد دولي، فلولا هدف أبو تريكا ووصلنا لكأس العالم للأندية في 2006 والبرفورمانس اللي عملناه وخدنا كاس، وخدنا الميداليه البرونزيه، ما كانش خالد مرتجي يبقى موجود على الساحه الدوليه. فبالنسبه لي انا من البطولات الغاليه جدا عندي، بس ما يمنعش ان ال11 دي غاليه جدا. طب غاليه جدا ليه؟ لانك انت اتظلمت في 2000 و يعني البطوله اللي قبلها ظلم باين، وبالتالي دي كانت زي ما تقول ايه، انت رجعت حقك من جوه عقر دار كازابلانكا، وبيدك من جوه عقر دار كازابلانكا، والحمد لله الهدف كان باين وكل حاجه، لان في بعض الناس قال لك مش عارف مين اللي جاب الجون والجون ما بانش وحاجات غريبه كده. فالحقيقه برضو انا بقول له ان الجون جه الحمد لله محمد عبد المنعم، واصلا متدربين عليها وكل حاجه، فبس وربنا كرمنا وخدنا ال11 فالحمد لله.